مسميك المنقذ ولا الهداف ولا صاحب الرأس الذهبية ولا القناص القناص ولا أكتر تاني أكتر لاعب في تاريخ النادي الأهلي يحرز أهداف، كلها ألقاب كبيرة جدا يعني. وبنعمل مقارنة دايما ما بين مش الماضي والحاضر، أنت لسه مبطل بقالك بدري، لكن رؤيتك أنت كرأس حربة موجود، كنت موجود في النادي الأهلي، ومقارنة باللي شايف دلوقتي، خلينا نتكلم فني، ان هو شايف شكل الخط الأمامي للنادي الأهلي ازاي، خط الهجوم للنادي الأهلي. في الأول بس بشكر فريق الإعداد، عاملين تقرير رائع. يعني فكرونا بالزمن الذي مضى. كان زمان أسلوب اللعب مختلف عن دلوقتي. كان زمان بتلاقي ال 18 القايمة بتاعة المباراة بتلاقي دايما فيها أربع مهاجمين في القايمة، اتنين في الملعب واتنين قاعدين بره. كان الشكل الهجومي ده الشكل. دلوقتي اسلوب اللعب اختلف، بتلاقي دلوقتي مهاجم واحد بس ودايما القادمون من الخلف، اللي هو الثلاثه اللي تحت راس الحرب مثلا هم يكون فيها التغيير. طور اللعب اختلفت، كان دلوقتي 4-2-3-1. كان زمان بتلاقي اثنين مهاجمين دايما صراحه، فكان دايما بتلاقيك عند الجون، دايما بتلاقي فيه كثافه هجوميه، بتلاقي فيه اهداف كتير. فاسلوب اللعب اختلف دلوقتي، ف يعني بشفق شويه على راس الحربه اللي بيبقى وحيد دايما. انت لعبت 10 كمان، يعني انت بدات تلعب 10 وبعدين طلعت قدام. حبيت اني اكتر 10 بلاي ميكر وبتزيد، ولا حابب التارجت سترايكر؟ دي انا لعبتها تحت لما كنت في الناشئين. دايما المدربين الناشئين ما بيلعبش اللاعب في مركز واحد، دايما بيحاول يوظفه في كذا مكان عشان لما يلعب فريق الاول يبقى عنده الامكانيه يقدر يشتغل في كذا مكان. اللي وظفني فيها وانا كنت بلعب تحت راس الحربه كابتن علاء ميهوب، كان مسكنا في الناشئين وقتها وجربني شويه في المكان ده. فبعد كده لما طلعت الفريق الاول بقى عندي ان انا ممكن العب هنا وبلعب هنا وبلعب هنا.